الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، نعوذ بالله، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه. هذا أيضا موجود في بعض الناس، ما يصلي لكن يصوم مع الناس وهو تارك للصلاة. وقريب من هذا، انتبهوا، قريب من هذا من يتعمد ويترك الصلوات وينام عنها، حتى موقت نفسه ينام عن 4-5 صلوات. بعض الناس في رمضان يسهرون إلى بعد الفجر إلى الضحى، ها، ثم يناموا من الضحى إلى بعد العشاء. هذا لا يجوز، هذه من كبائر الذنوب أشد من الفواحش. لماذا؟ لأنه ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك فقد كفر. الله ما قال من زنى فقد كفر، وما قال من شرب الخمر فقد كفر، لكن قال في حق الصلاة من ترك فقد كفر. فإن قال هذا نام، النوم عذر، لكن التفريط في النوم يسهر ويتعمد ويتعمد أن لا يستيقظ ولا حتى يوصي أحد أن يوقظه، وينام عن 3 صلوات 4 صلوات، هذا تفريط، نسأل الله العافية.